كانت مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، مباراة القمة المصرية الإفريقية على كأس السوبر. مباراة جميلة وممتعة، بدأ الفريقين باستحواذ عالي وأداء مرتفع. فريق الأهلي تفوق في العديد من الهجمات، وبصراحة كان أداء من القطاع الفني واللاعبين والقائمين على الفرقتين، خاصة الزمالك كان متفوق وكان دوره إيجابي وأداء عالي جدا من اللاعبين والجهاز الفني والطاقم الإداري والطاقم الطبي. مباراة شهدت تحكيم مستوى فني جميل، تنظيم من استاد الملكة إربيا في مدينة الرياض بالسعودية، أداء في التنظيم عادي جدا، والشكل الأمني والشكل التنظيمي والأداء الفني من استعدادات لاستقبال المباراة التي تحمل على عقبيها كأس السوبر الإفريقي، وفريقين من قطبين الفرق المصرية، فريقي القمة الأهلي والزمالك. المباراة تنوع فيها العديد من الأدوات الفنية ومهارات اللاعبين اللي وضحت على الملعب إن الكورة في مصر لسه بخير. أداء عالي هو على مدار التاريخ، الزمالك والأهلي هم ندان للكرة المصرية وقطبيها وقمتيها. الأداء دايما بيبقى ما بين، مش في الملعب بس، ولكن ما بين الجمهور وما بين اللاعبين في الدائرة، في الدائرة المستطيلة. بصراحة يعني الأداء كان مرتقي، وشابوه للفرقتين، شابوه للقطاع الفني، شابوه للاعبين، شابوه لكل المنظمين. أداء جيد وحاجة روعة، وختام لكأس سوبر الإفريقي كان ما أجمل. وشابوه للسعودية على تنظيمها الجميل وعلى الأداء العالي في الاستاد وفي التنظيم وفي الحالة الأمنية وفي الاستقبال وفي كل شيء. نتمنى المزيد من النجاح للدولة الشقيقة المملكة العربية السعودية، ونتمنى للفرقتين دوام التألق والوصول للقمة. السلام عليكم.